بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين وسائر الأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين ومن استنى بسنتهم أجمعين. ثم سنن اللغوي: وسن للمتولي ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أوله. تسميتن أوله، تسميتن أوله، فغسل الكفين هكذا ذكر المصنف بعض السنن. أتم الشارع سنة للمتولي، ممكن هو يتولى بماء مغصوب وحين ذاك أيضا يسن التسمية أوله، يعني ليس التسمية أول الوضوء الذي يتولّى بالماء المغصوب مثل التسمية عند شرب الخمر أو عند الزنا، يعني عند معصية. هذا التسمية عند الزنا أو شرب الخمر يكفر به صاحبه من أسباب الردة. وهذه أين تكون؟ في المعصية الخالصة، وهذا في الحقيقة وضوء وعبادة. ثم حينما تكون الوضوء بالماء المغصوب يكون حراما بسبب طارئ ليس أصليا، لذلك يسن التسمية هناك. تسمية أول هو أول الوضوء للاتباع، حينما يقول الأئمة للاتباع، وهذا يكون اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم. لو كان قولا يعني يقول قوله للاتباع، للاتباع هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فعله به، وأقلها بسم الله. ثم في قدر التسمية أيضا أقل وأكمل، أقل التسمية بسم الله فقط، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم هذا هو الأكمل، فإذا لا يضاف إليه شيء آخر، هذا بسم الله الرحمن الرحيم فقط، لا يضاف إليه صفات الله تعالى الأخرى. وتجب عند أحمد، يعني التسمية واجبة عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ويسن قبلها، يعني قبل التسمية التعوذ، وبعدها الشهادة الثانية. فإذا نبدأ بالتعوذ ثم يسمي الله تعالى، بعد ذلك يأتي بشهادتين، بعد ذلك والحمد لله الذي جعل الماء طهورا والحمد لله. فإذا هو يقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، يحمد الله تعالى على جعل الماء طهورا. ثم وسيأتي أنه يكرر هذا ثلاث مرات، فإذا يتعوذ ثلاث مرات، يأتي بالبسملة ثلاث مرات، يأتي بالشهادتين ثلاث مرات، وكذلك يذكر الحمدلة الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، هذا أيضا يأتي به ثلاث مرات. ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه. ما هذا؟ يمكن استدراك البسملة، بسملة فقط، لو نسي في مكانه وموضعه يمكن له استدراك. كيف هذا الاستدراك؟ هذا الذي قال ويسن لمن ترك البسملة أوله، أول الوضوء. كيف ترك؟ إما نسي أو عمدا، إما ترك عمدا ما أراد ما بسملة عمدا، أو ترك نسيانا، أن يأتي بها يعني يستدركها أثناء الوضوء قائلا. فإذا عند ذلك ماذا يقول؟ يقول بسم الله أوله وآخره، هذا هو الأفضل، هكذا هذه صيغته هو الأفضل. لو قال بسم الله فقط أو بسم الله الرحمن الرحيم أيضا يستدرك، يعتبر استدراكا، لكن هذا هو أفضل. قال الزيادي الرشيدي: الأكمل ذلك، وإلا
فالسنة تحصل بدونه. أصل السنة تحصل بقوله بسم الله فقط أو بسم الله الرحمن الرحيم تحصل، لكن الأفضل والأكمل أن يقول بسم الله أوله وآخره. عند الاستدلال يقول مرة، لا لا تثليث يعني يسن في جميع السنن. نعم نعم. فإذا ما معنى أوله وآخره؟ يعني هو لم يستطع أن يأتي بالبسملة أولا حقيقة، فإذا هو يرجع هذا الحكم، يرجع البسملة إلى أوله تقديرا، هذا معنى قوله أوله حتى إلى آخره. ثم لا بعد فراغه، لو فرغ لا يستطيع الاستدراك، لا يسن أن يأتي به بعد الفراغ من الوضوء. وكذا في نحل الأكل والشرب والتيليف والاكتحال، نحو مما يسن له التسمية في جميع هذه الأمور، لو ترك أولا يستدرك في أثنائها لا بعد فراغها، والأكمل عند الاستدراك صيغة هذه صيغة بسم الله أوله وآخره. نعم، أثناء الشرب، أثناء الأكل، أثناء التيليف، أثناء الاكتحال، أثناء فعل الناخ كان يندب التسمية أوله. ثم والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النبوي في المجموع وغيره، فينمي معها عند غسل اليدين. وقال جم متقدمون إن أولها السواك ثم بعدها التسمية. هذا أول المنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول سنن التسمية، وهذا ليس للاحتراز عن التعوذ، هم قالوا بالتعوذ والتسمية ثم الشهادة، لكن هذا الخلاف، هل الأول والسواك والتسمية، يعني أولا يستاك ثم يتعوذ ويبسمل ويأتي بالشهادتين هكذا، أو يأتي بالتعوذ والتسمية والشهادتين والحمدلة ثم يستاك، هذا هو الخلاف عند الإمام الشافعي وكثير من الأصحاب، يتعوذ ويأتي بالبسملة والشهادة والحمدلة ثم يستاك، بعد السواك يفعل الململة والاستنشاق هكذا. ثم وكثير من الأصحاب إن أول سنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع وغيره، وينوي معها عند غسل اليدين. وقال جم متقدمون، فإذا ينوي معها يعني مع التسمية عند غسل اليدين، يعني عند غسل الكفين. نقف يكفي. نعم نعم. الأصحاب أن أول سنن التسمية، وبه جزم النبوي بالمجموع وغيره، فينوي الرجل ينوي معها مع التسمية متى عند غسل اليدين. فإذا هذه الأمور الثلاثة تكون يعني مقترنة معا، النية بالقلب والتسمية بالقلب باللسان والغسل غسل اليدين بيدين، هكذا يجتمع هذه الأمور الثلاثة. قال جم متقدمون إن أولها السواك ثم بعده التسمية. فإذا عند الإمام الشافعي وكثير من الأصحاب السواك بعد التسمية، يعني بعد هذه الأذكار قبل الململة والاستنشاق، هذا هو الخلاف. ثم الراجح ما قال الشافعي وكثير من الأصحاب. فرع، تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو في أثناء سورة في صلاة أو خارجها، ولغسل وتيمم وذبح، يعني ذكر بعض المواضع التي تسن التسمية فيها، مثلا تلاوة القرآن، ممكن هو يتلو القرآن من أثناء سورة، يعني عندما يختم القرآن يوقف أثناء سورة ثم يبدأ في اليوم الثاني من أثنائه هكذا، أو يعني هو أراد أن يتلو آية من القرآن فقط، عندئذ تسن التسمية. نعم. هو يقول تسن ما المقصود؟ ما نسب إلى النبي من قول
هذا لا هذا السنة يعني ثابتة إما بفعله أو قوله أو بالقياس يعني يثبته. أنا بينت الفرق بين قول المصنفين للاتباع لحديثي هكذا. إذن لو ذكروا للاتباع نفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. عند الفعل يقولون للاتباع. إذا لم يقل للاتباع هذا ممكن يكون فعلا او قولا. القياس القياس في العبادة ايضا جائز. نعم. ثم ولو في اثناء سورة اما هذه تلاوة القرآن في صلاة او خارج الصلاة يسن تسميته ثم لغسل نيلا للغسل هذه كلها سنة يعني التعبد ثم التسمية ثم الشهادة ثم الحمدلة فهذه كلها سنة وكذلك يسن تسليسها أيضا سنة للغسل مثل الوضوء وللتيمم هكذا ثم وذبح عند الذبح يكون بسم الله الرحمن الرحيم فقط ثم كذلك خروج من المنزل للصلاة كذلك للحج كذلك عند الأذكار وهكذا يعني مواضع كثيرة تسن تسمية فيها فغسلوا الكفين ثم بعده السنة يعني بعد التسمية نعم غسلوا الكفين بعد التسمية غسلوا الكفين يعني هذا الفاء لترتيب ذكري فقط ليس لترتيب حقيقي لذلك قال أولا ماذا قال يعني فينوي معها عند غسل اليدين فينوي معها عند غسل اليدين فإذن البسملة وغسل اليدين يكون معا فغسل الكفين معا إلى الكوعين هذا معنى يعني هذا الكفان معا المعية ترجع إلى الكفين إلى أين إلى الكوعين فقط مع التسمية المقترنة بالنية هناك أيضا قال صرح هذا الأمور الثلاثة تجري مرة واحدة دفعة واحدة ثم وإن تولأ من نحو إبريق أو علم طهرهما للاتباع يعني هذا الرجل يتولأ من نحو إبريق هناك أيضا يسن غسل الكفين يعني هناك ورد حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء حتى يغتسل هذا غسل الكفين يرجع إلى هذا الحديث لكن هناك قال إذا استيقظ أحدكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلة لأنه لا يدري أين باتت يده فإذا هذا غسل اليدين في مشروعيته هذا تيقين الطهارة طهارة اليدين فإذا لو كان طهارة اليدين يقينا أو يعني هو يتولوا من بريق لا تكون هذه الشبهة فإذا هذا مشروعية غسل اليدين في أول الوضوء ليس نظرا إلى هذه الشبهة لذلك على كل حال يسن لو كان متيقنا أن كفيهما يعني طاهرة يعني هو أولا غسل اليدين نظف اليدين ثم بعد ذلك أراد أن يتولى فإذا هو على يقين أن كفين ليس فيها شائبة النجاسة هكذا أو هو يتولى من إبريق لو كان يتولى من نحو إبريق أو أنبوب هكذا حنفية عندئذ لا تكون هذه الشبهة يعني شبهة تنجيس الماء بإدخال اليدين فيه هناك أيضا يسن علمي طهرهما للاتباع يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكفين فسواك بعده سواك عرلا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان للخبر الصحيح لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أي أمر إيجاب ثم سواك كيف يستاك عرلا في الأسنان ظاهرا وباطنا في عرل كل سن ليس في عرل مجموع الأسنان عرل مجموع الأسنان هكذا يكون أما عرل كل سن هكذا يكون
من جانبي هذا كم سنا؟ 32 سنة. من جانب يبدأ من جانب إلى جانب ينهي هكذا. أولا يقدم يعني جانب اليمين ظاهرا وباطنا، ثم يعني يستاك الجانب الأيسر ظاهرا وباطنا، هذا هو. أولا الأعلى ثم الأسفل، ثم الأعلى ثم الأسفل، هكذا ترتيب ورد. ظاهرا وباطنا ثم طولا في اللسان، أما في اللسان هكذا في الطول يستاك اللسان أيضا. هذا ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ويقول أؤ، يعني هذا عند سواك اللسان يخرج هكذا، يعني لو أدخل أو أوصل السواك المسواك إلى أقصى اللسان هكذا يخرج صوت أؤ كأنه يتهوى للخبر الصحيح، لولا أن شقال أمتي لأمرتهم بالسواك. فإذن هذا الحديث يدل بظاهره على أنه ما أمر بالسواك لأجل المشقة ترك الأمر، لو ترك الأمر كيف يكون مسنونا مستحبا، لذلك قال أي أمر إيجاب. فإذن المنفي في الحديث ليس الأمر يعني بالاستحباب بالندب، بل هذا المنفي أمر إيجاب، لذلك بقي أمر الاستحباب. نعم نعم، هذا يعني جريا على القاعدة، هذا تقدير جريا على القاعدة، أن الأمر بالأصل للوجوب. نعم. ثم ويحصل بكل خشن ولو نحو خرقة، يحصل بكل شيء خشن فيه خشونة أيًا، ولو نحو خرقة أو إشنان. إشنان هو في الحقيقة هذا دقيق يستعمل بدل الصابون في الاغتسال، هذا هو إشنان دقيق. والعود، لا والعود أفضل من غيره وأولاه ذو الريح الطيب في السباك، العود أفضل، مثل هذا عود الأراكنة وأمثاله سيد من غيره، وأولاه ذو الريح الطيب وأفضله الأراكو، لا بإصبعه. إصبع أيضا خشن فيه خشونة، لكن لو كان بإصبعه لا يحصل السنة ولو خشنة، خلافا لما اختاره النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله اختار أن السنة تحصل بإصبع نفسه، لو كان بإصبع غيره يحصل بدون خلاف. يأخذ يعني إصبع زوجته، أو هي تأخذ إصبع زوجها ثم تستاك لا بأس. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء. لماذا؟ لولا أن شك على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء، هكذا ورد في الحديث، لولا أن شك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يطلب هذا عند كل وضوء. لو لم يكن له أسنان هذا لا حاجة، لا يرجع السواك إلى وجود الأسنان، رجل ليس له أسنان، فإذن ماذا يفعل؟ نعم، هذا يعني أصول الأسنان الحنك، وكذلك يعني تمام الفم يستاك اللثة، وكذلك اللسان هكذا يستاك كل موضع من الفم من داخل الفم حتى يكون طاهرا في جميع الأوقات. ثم ليس عند الوضوء فقط، بل يعني بدون أي حاجة يسن السواك، بدون أي سبب، عند استيقاظ من النوم، عند الذهاب إلى الفراش، وكذلك عند إرادة قراءة القرآن، قراءة الحديث، قراءة كتب العلم، هكذا أسباب مذكورة كثيرة، بدون أي سبب ماذا؟ لا يسن. ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من طاب ريحه زاد عقله، من
تطيب الريح هذا السباك. ثم هكذا له فوائد. ثم لو استاك ما يسهل عليه الشهادة عند الموت ورد من فضائله. ولكل صلاة فرلها ونفلها كذلك السباك يستحب لكل صلاة. يعني لو استاك للوضوء ثم يستاك للصلاة فرلها ونفلها، وإن سلم من كل ركعتين ثم يستاك لكل ركعتين ركعتين أو استاك لوضوئها هكذا، وإن لم يفصل بينهما فاصلا وتولأ مع المسواك ثم جاء مباشرة يصلي أيضا يستاكون حيث لم. لكن هذا عند الصلاة هذا مقيد بقيد حيث لم يخشى تنجس فمه، ممكن لو استاك هذا يخرج الدم من وصول الأسنان، لو كان هكذا خوف لا يسن. هذا عند الصلاة، أما عند الوضوء ليس هذا قيد. لماذا؟ هو يغسل عنده ما يغسل فلا بأس، أما عند الصلاة هذا يتعذر، غسل الفم من الدم متعذر لذلك لا يسن تنجس. ذلك لخبر الحميدي رضي الله عنه بإسناد جيد ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك، هكذا أخرج الإمام الحميدي. الحميدي أبو عبد الله الحميدي هو ذكر هذا حديث بإسناد جيد عند المحدثين. يعني ما معنى هذا الاصطلاح؟ هم اختلفوا إسناد جيد ما معناه. بعضهم قال يعني هو مرادف للصحيح بإسناد صحيح، وبعضهم قالوا هذا الجودة أو الجيد مرتبة بين الصحيح والحسن، مرتبة بين الصحيح والحسن يقال له جيد. ثم ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة. فإذا لو كان بناء على هذا هذا الإسناد تجاوز مرتبة الحسن ولم يصل مرتبة الصحيح ثم بلا سواك، ولو تركه أولها تداركه أثناء بفعل قليل، يعني أثناء الصلاة يستاك، لكن عند الاستياك يجب ألا يزيد فعله لئلا تبطل صلاته بفعل قليل. كالتعمم، يعني رجل ترك التعمم أول الصلاة فإذا يسن له أن يتعمم أثناء الصلاة، لكن هذا التعمم بفعل قليل فقط. ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث، يتأكد السواك لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي، ليس علم شرعي فقط بل علم آلة للعلم الشرعي أيضا أو آلته، هكذا ذكر في التحفة. ثم وكذكر كالتسمية أول الوضوء، ثم وتغير فم عند تغير الفم ريحا أو لونا بنحو نوم، تغير فم إما يتغير ريحه أو لونه بماذا؟ إما بنحو نوم أو أكل كريه هكذا، أو يعني طول الكلام أو سن، تغير فم أو تغير سن بنحو صفرة هكذا، أو استيقال من نوم أو إرادته ويريد النوم، كذلك دخول مسجد يستاك خارج المسجد ثم يدخل، ثم لو كان المسجد خاليا ومنزل، يعني عندما يريد دخول منزله يستاك خارجا ثم يدخل، هذا دخول مسجد ومنزل. وفي السحر، يعني وقت السحر، وعند الاحتلال في المريض، هذا المحتلر إما بنفسه يستاك أو غيره يجعله يستاك هكذا عند الاحتلال كما دل عليه خبر صحيحين. ويقال المؤلف يبين حكم الحديث الذي يسوقه، هذا الحكم منه بإسناد جيد
لا لا هو من هنا بإسناد جيد لم يذكر يعني هو هل نقل أو لم ينقل، ويعتبر من المحدثين. نعم عنده ترجيحات لبعض الأحاديث. نعم مثلا هو رجع صحة حديث ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مختطنا، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هل ولد مختطنا أو اختطن بعده، ورد في بعض الأحاديث أنه ولد مختطنا، وهذا الحديث لم يصح عند بعض الأئمة لكن هو صححه، وهكذا عنده تصحيحات للأحاديث. نعم ومن أهله كما قلت هو كان يعني معروفا بين زملائه بالمحدث. ثم أين وصلنا؟ كما دل عليه خبر زين، ويقال إنه يسهل خروج الروح. نعم وأخذ بعده سهل خروج الروح معناه يقلل يعني مشقة السكرات، مشقة السكرات هذا معناه. وأخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض، من ذلك يعني من تسهيل خروج الروح يتأكد السواك للمريض، وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه، ثم ينبغي أن ينوي هذا عند السواك يجب النية، يجب النية للسنة للسواك ليثاب عليه، وإلا لا يثاب عليه بل يتطيب فقط يكون طيبا له ويزول به الرائحة الكريهة. ثم نعم عند السواك ينوي ودي سنة أستاكل السنة هكذا ينوي، ثم ليثاب عليه ويبلع ريقه أول ريقه أول استياكه، ثم بعد ذلك الريق الذي يخرج أول الاستياك هو يبلع، وهذا مقيد إلا لعذر هكذا قال التحفة، يبلع ريقه يعني يسن أن يبلع ريقه أول استياكه، هذا مقيد بأن لا يكون له عذر. ما هو العذر؟ شروان بيّن كأن يعلق به قذر، يعني هذا الريح لو كان مقذورا فيه قذر، مثلا هذا تغير فمه عند ذلك يكون في ريقه قذر يكون مقذورا لا يكون صافيا، عندئذ لا يبلع ريقه، يعني لو كان هذا أول ريقه أو الريق أول استياكه صافيا تماما يبلع، وإلا لا يبلع. وإذا لو كان مريلا لا يكون صافيا بل يكون هكذا مثل أن يتغير. ثم بعده وألا يمصه أيضا، يعني ألا يمص المسواك، بعض الناس يعني يمصون المسواك، مص يعني مص ماذا تقول، هذا أخذ الماء يعني سحب الماء منه إلى الفم هذا هو المص، ثم هذا يكره نعم ألا يمصه. ورد يعني أنه يورث الباصورة، هذا مص المسواك يورث الباصورة هكذا قيل. ويندب التخليل قبل السواك وبعده، هذا يستاك يسن الاستياك وقبله يخلل الأسنان بخلاله، يعني بعود يخلل الأسنان قبل السواك كذلك بعد السواك في كل مرة، لو لم يكن في أسنانه شيء هذا يخلل. وهذه تدل على اعتبار الإسلام والشرع غاية النظافة، في كل مرة هكذا يخلل الأسنان ثم يستاك بمثل هذه الأمور كلها، ليس لأكل الطعام فقط، قبل أكل الطعام بعد أكل الطعام هذا عند الاستيقاظ عند إرادة النوم عند القراءة عند طول الكلام عند تغير الفم في جميع الأوقات أن يثاب عليه
عند الله تعالى. ثم ومن أثر الطعام أيضا هذا يخلل، والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس، يعني ما هو الأفضل، هل السواك أو التخليل؟ السواك أفضل، لذلك لو أراد أن يقتصر على أحدهما يقتصر على السواك. لماذا؟ في السواك يوجد التخليل وغيره، التخليل يمكن تنظيف ما بين الأسنان، أما السواك ينظف ما بين الأسنان وينظف الأسنان جميعا، لذلك صار هو أفضل خلافا لمن عكس. بعض قالوا على العكس، ولا يكره سواك بسواك غير أذن أو علم رضاه. هل يكره السواك بسواك آخر؟ هذا ليس بمكروه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي سواكه لآخر، ويأخذ بعض الصحابة سواك بعض آخر، لذلك هذا السواك يوصل ثم يستعمل لا بأس. يكره بسواك غير، ثم هذا لا يكره ولكنه خلاف الأولى إلا للتبرك، لو كان للتبرك فلا خلاف الأولى فيه، هذا ليس فيه كراهة بل هذا خلاف الأولى، لو كان للتبرك فإذا هذا عالم كبير أو يعني سيد كبير أو صالح عابد، أراد أن يستاك رجل بسواكه تبركا به ليس فيه خلاف الأولى، هو يتبرك لا أذن أو علم رضاه، إما هو يأذن أو يعلم رضاه، يظن العلم يعني هذا لن الرضا، هذا ليس هنا فقط بل في أخذ مال غيره كله في أي مكان كان، إما يؤذن أو يعلم يظن رضاه يكفي هذا القدر، وإلا حرما، يعني لو لم يؤذن ولم يعلم رضاه يكون حراما، كأخذه من ملك الغير ما لم تجري عادة بالإعراض عنه، كأخذه يعني رجل يأخذ مسواكا ليس مسواك آخر بل هو يأخذ مسواكا من ملك الغير ومملوك لآخر، يعني هو يأخذ يعني خرقة منديلا وهكذا، أو يأخذ يعني خشبا أو عودا وهكذا ثم يجعله مسواكا، فإذا لو كان ما لم تجري عادة بالإعراض عنه، لو كان هذا الشيء بسيط جدا تافه جدا لا يعتبر به الناس بل يعرض عنه فلا بأس، هذا يعني في كل مال هكذا الحكم، يجوز لرجل أخذ مال غيره لو كانت العادة جارية بالإعراض عنه فلا بأس، وإلا يجب الإذن أو يعني لن رضاه، ويكره للصائم بعد الزمان، هكذا يسن بهذه الأسباب وبدونه، ولكن يكره هذا السواك للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو نومه، لو تغير فمه هل يسن أو لا يسن؟ أو يعني بتغير فمه تنتفي الكراهة بعد الزوال أو لا تنتفي الكراهة بعد الزوال؟ فيه خلاف بين العلماء. فإذا شارح قال هنا تنتفي الكراهة، تنتفي الكراهة، نعم لو تغير فمه فقط، فإذا لو الصائم تغير فمه يسن له السواك بعد الزوال لهذا السبب الواحد لتغير فمه فقط، أما لسبب آخر من الأسباب السابقة لا تسن له. هكذا لماذا بين هذه الكراهة على ماذا تم به؟ ألا؟ هذه الكراهة على ماذا تم به دليله؟ هذا حديث؟ حديث يعني خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكي، وبعضهم يقولون الخلوف من المائدة ولا يزول، لا لا الخلوف ليس من سواء كان من المائدة أو ليس من المائدة، هذا سواك يقلله أو يزول به، نعم نعم، فإذا هذا الحديث يقتضي أن يبقي هذا الخلوف، والسفاك
أي يزيله تغير الفهم يعني إيه؟ أنا بنهينا من فم الملة واستنشاق يعني بعد السواك يململ ويستنشق للاتباع فهذا الفاء يعني للترتيب هنا وأقلهما إيصال الماء إلى الفم واللنف يعني أقل الململة إيصال الماء إلى الفم أقل الاستنشاق إيصال الفم إيصال الماء إلى اللنف ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في أصل السنة لا يشترط إدارة الماء في الفم ومجه منه بل يكفي إيصال الماء إلى الفم ثم لو بلع أيضا فلا بأس أو أبقى في فمه ومشى يوما أو يومين فلا بأس حصل له السنة ثم أما إدارته والمج منه هو أفضل ثم ونثره من اللنف هذا أيضا ليس بشرط في أصل سنة الاستنشاق النثر هو سنة أخرى بل تسن يعني المذكورات كلها يعني النثر من الأنف مج هذا الماء في الأنف إدارته في الفم كل هذا سنة كالمبالغة فيهما لمفطر للأمر بها مبالغة سنة أخرى يبالغ يعني ما معنى المبالغة يعني ويأخذ يعني ماء أكثر ثم يوصل إلى الحلق وكذلك يوصل إلى يعني أعلى اللنف هكذا يوصل أكثر ثم لمفطر هذا ليس لصائم المبالغة سنة لغير الصائم أما بالنسبة إلى الصائم المبالغة ليس بسنة أما النثر من الفم وإدارة الماء في الفم ومجه منه كلها سنة للصائم والمفطر جميعا للأمر بها للأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة نعم ويسن جمعهما بثلاث غرف ثم يسن جمعهما جمعهما يعني جمع الململة والاستنشاق جميعا بثلاث غرف يتململ ثم يستنشق من كل منهما يعني عنده ستة أفعال مضملة ثلاث مرات استنشاق ثلاث مرات يغرف ثلاث غرفات من كل غرفة فعلان فعلان مضملة استنشاق من غرفة واحدة ثم مضملة استنشاق من غرفة هكذا ثلاث مرات يعني هناك في كيفية المضملة والاستنشاق خلاف بعض قالوا لكل غرفة غرفة هكذا سرتا أو يعني مجموع غرفتان فقط ثلاث ململة من غرفة ثلاث استنشاق من غرفة أخرى وهكذا يعني خلاف بين العلماء لذلك هو قال هكذا ومسح كل رأس للاتباع يسن مسح كل رأس رجب منه من الفم لا لا مج الماء من الفم ثم مسح كل رأس للاتباع مسح بعض الرأس من الواجب ومسح كل الرأس للاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد رضي الله عنهما هما يوجبان الاستغراق في مسح الاستيعاب في مسح الرأس وإن اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناصية والأولى في كيفية مسح كل الرأس الأولى أما الأولى في البعض ذكر ماذا هو الناصية والأولى في كيفية مسح كل الرأس كيف أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى يلصق مسبحته الواحدة بالأخرى هكذا ثم بعد وإبهامه ثم بعد ذلك يضع يديه هكذا في مقدم الرأس ويضع إبهامه على صدغيه هكذا يعني جانبي الرأس الإبهام ثم بعد ذلك يثبت هذين الإبهامين بدون تحريك ثم يحرك هذا يعني المسبحتين إلى وراء الرأس ثم يرد لو كان على رأسه شعر ينقلب هكذا وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما يعني بالمسبحتين مع بقية أصابعه عندما يحرك المسبحتين مع سائر الأصابع يعني سائر الأصابع الثلاثة ثم
بقية أصابعه غير الإبهامين، أما الإبهامين يبقيهما على صدغين. إلى أين يحرك ويذهب لقفاه ثم يردهما إلى المبدأ؟ أين المبدأ؟ مقدم الرأس. إن كان له شعر الرد لو كان على رأسه شعر ينقلب، لو كان شعر ينقلب مثلا، يعني ليس قليلا جدا ولا طويلا جدا، لو كان قليلا جدا لا يكون هناك انقلاب، لو كان طويلا جدا إذن لا ينقلب، فإذن ما بينهما ينقلب. ثم هذا أيضا لاستيعاب ما صح شعر الرأس كل الرأس هكذا. ثم وإلا فليقتصر على الذهاب فقط، يعني وإن لم يكن على رأسه شعر ينقلب. وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها، أو قلنسوة كذلك خمار على رأس المرأة، فإذن هو تمم عليها بعد مسح الناسية للاتباع. يعني هنا المسح ليس مثل مسح الخف، مسح الخف يعني على الخف فقط، ليس هناك غسل ناسلة. أما هنا في مسح الإمامة والقلنسوة والخمار هذا في قدر السنة فقط، أما قدر الواجب هو مسح الرأس، هذا يؤدى على الرأس إما على شعر الرأس أو بشرته بعد، ثم بعد ذلك يتمم على القلنسوة أو على الإمامة أو على الخمار. لا لا، مرة واحدة، هذا الإتمام على القلنسوة مرة واحدة، أما يمسح يعني على الرأس ثلاث مرات ثم مرة يتمم. نعم، على النازية ثلاث مرات ثم يتمم على الإمامة والقنصوة والخمار مرة واحدة هكذا. فيه أيضا خلاف هل يشرع التثليث ولا، أذكر أن الإمام هيثم رحمه الله قال مرة واحدة فقط. نعم النسية لا، ناسية التثليث، أما إتمام على القنصوة أو نحوها مرة واحدة، يمم عليها بعد مسح الناسية للاتباع. ومسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا وسماخيه للاتباع. ولا يسن مسح الرقبة إذا لم يثبت فيه شيء، قال النووي رحمه الله بل هو بدعة وحديثه موضوع. الرقبة يعني وراء العنق. نعم، رقبة وراء العنق، هذا بعد مسح الرأس يمسح الرقبة، هذا الذي ذكر. أما يعني عند غسل الوجه غسل الرقبة ليس داخلا فيما ذكر هنا، يعني هذا إطالة الغرة مطلوب كما سيأتي التوصية في وجه الوجه في غسل الوجه، هذا بغسل بعد مقدم الرأس وجانبي الرأس وال يعني أذنين وكذلك صفحتي الرقبة، هكذا قالوا صفحتان يعني جانبان للرقبة، هذا مشروع مسنون سنة، لكن هذا مسح الرقبة يعني بعد مسح الأذنين، بعد مسح الأذنين أو بعد مسح الرأس، هكذا قالوا يعني مسح الرقبة بصورة استقلالية بشكل مستقل، هذا ليس بمسنون الذي ذكر. ثم هذا مسح الأذنين فيه ذكر مسح كل الأذنين، هذا يظهر منه مسح الأذنين مرة واحدة. ثم قال سماخيه، نعم سماخ هذا يعني ثقبة الأذن يمسح، وهذا بطرفي سبابتيه بماء جديد، هكذا قال في التحفة. فإذن هو يمسح الأذنين ثم يأخذ ماء جديدا في طرف يعني السبابتين، هذا هو الأفضل، استعمال السبابتين لهذا هو الأفضل. ثم هكذا يعني يمسح، أولا هكذا يمسح يعني تماما، ثم يمسح هكذا سماخين، هذا أيضا ثلاث مرات. نعم، فإذا كم صار؟ ست مرات. ثم بعد ذلك يعني استظهار
الفقهاء قالوا هو لم يذكر استظهار يعني هكذا غطوا الأذن ببطن الكف المبلولة هكذا، فإذا صار 9 مرات. ثم يعني هذا من جملة غسل الوجه أيضا يغسل الأذنان، فإذا 12 مرة. ثم قيل أن الأذن من الرأس، فإذا من جملة مسح الرأس يمسح الأذن أيضا، فإذا صار 15 مرة. في الوضوء يستعمل الماء غسلا ومسحا 15 مرة. الاستيعاب يعني كما ذكرنا هنا ما هو ظاهر الأذن وباطنه، هذا ما يعرف ما خلف الأذن ظاهره. ظاهر باطن لا يعني ما خلف خلف الأذن هو ظاهر الأذن، هذا ظاهر وهذا كمان. نعم نعم. الذي يرى هو الباطن، الذي يرى من الأمام هو باطن الأذن. الثقب هو لا يذكر مستقلا، هذا لزيادة الاحتياطي. السماخ يعني أولا يكون داخلا في استيعاب الأذن يعني في مسح ظاهره وباطنه، هذا السماخ داخلا، ومع ذلك يعني يعاد مرة ثانية بماء مستقل هكذا. وبعد ذلك يعني هذا استظهار يعني غط الأذن هذا تماما، فإذا هذا مسح مرة ثالثة. ثم ودلك على إن هو هذا الحديث الذي وضع أنه هو المحقق يقول بأن المحدثين لهم طرق وشواهد يرتقي به هذا الحديث إلى درجة الحسن. يرتقي وحديثه موضوع هكذا قال الإمام النووي رحمه الله، فإذا هو والله هكذا نقول. نعم. ماذا كتب في الإعانة؟ هل كتب شيئا؟ وهو النص رقم أمانة من الغل. هذا الحديث. ورد الحديث نص رقم أمانة من الغل. ثم ماذا قال في عند قوله وحديثه موضوع؟ نعم. ويقول هنا أورده الإمام الغزالي في كتاب الإحياء كتاب السالك، وتعقبه الإمام العراقي رحمه الله بقوله حديث مسح رقبة ثمان من الغل أخرجه أبو منصور الديلمي المسند في الفردوس من حديث عمر وهو ضعيف. فإذا خلاصة يعني اختلفوا هل هو موضوع أو ضعيف. ثم ودلك على إن وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من أوجبه. دلك العلاء هو أيضا مسنون. ما معنى الدلك؟ هو إمرار اليد، اليد ليس بشرط، إمرار اليد أو يعني إمرار يعني ممسحة لا بس، يعني هو أمر خرقة يعني دلك بمنديل هذا يكفي، أما اليد ليس بقيد عليها عقب ملاقاتها للماء. متى يدلك؟ فإذا هو أولا يصيب الماء يصب الماء عليه معه يدلك هكذا خروجا من خلاف من أوجبه، من أوجبه هو إمام أحمد رحمه الله. وتخليل لحيته لحية كثة هكذا، لحية كثة التخليل بماء جديد من الأسفل هكذا ذكره. ثم والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفلنا مع تفريقها وبغرفة مستقلة للاتباع، يعني يأخذ ماء جديدا لأجل التخليل للاتباع ويكره تركه بعد غسل الوجه أو بعد الوضوء. لا 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 بعد غسل الوجه يعني
ما هو ما غسل الوجه عند مسح الأذنين كم مرة يأخذ الماء يجدد الماء يجدده مثلا يأخذ الماء مرة واحدة يكفي هذا لمسح الأذنين لتخليل تثليث لا لا يأخذ ثلاث مرات نعم هذا التخليل يسن فيه التثليث فإذا يأخذ ماء ماء هكذا ثلاث مرات نعم نفرغ من هنا نوقف ثم يعني أولا نعم ثم تخليل الأصابع ثم في الدرس الماضي يعني هناك في مسألة من مات عليه الصلاة ذكر يعني لخبر فيه أخرج الإمام بخاري رحمه الله ومسلم يعني قولا لابن عمر رضي الله عنه هو أفتى لامرأة مات عنها أمها كانت عليها صلاة قال لها صلي عنها صلي عنها هذا في مسألة الصلاة نفسها لكن هذا ليس حديثا مرفوعا هذا موقوفا نعم في صحيح البخاري فتوى لابن عمر ممكن هذا يعني حصل الإمام الشافعي رحمه الله مرفوعا نعم فإذا هذا ورد في الجملة يعني ورد هذا الأمر في مسألة الصلاة نفسها كلام المؤلف في حديث في هذا الحديث أشار إلى حديث صحيح هذا الحديث هو قال يعني في الصواب لفظ شيء لفظ مختلف امرأة استفتت عمر لخبر فيه وكذلك أنا أخطأت يعني في بيان شيء هذا صندل هو خشب هو نعم شيء من الأشجار أنا قلت أحجار ليس حجرا الصندل يعني مثل العود له رائحة طيبة صندل ويقال ساندل بالإنجليزية ساندل بالإنجليزية صندل باب الصلاة جهر الشعر شروط صلاة الليل خاصة في شروط صلاة الليل نعم المقصود بكلامي لخبر فيه هذا الحديث هكذا اللفظ هذا باب من مات عليه نذر هكذا باب في صحيح البخاري باب من مات وعليه نذر هذا فيه باب من مات وعليه نذر وعليه نذر هذا هو الباب أخرج فيه الإمام بخاري رحمه الله هذا يعني فتوى ابن عمر أن أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت فقال صلي عنها عبد الله بن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني هي نذرت أن تصلي صلاة بمسجد القباء بعد ذلك استفتت ابن عمر ثم ماتت يعني ما أدت نذرها فإذا قال لها عبد الله بن عمر صلي عنها نعم صلي عنها خطاب للمرأة صلي عنها ثم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اختم بسعادتنا جعلنا